تحرس على يدك. اي وزعني. شوفوا هنا شوفوا. بسم الله على بركة الله. على بركة الله. صفر مطلق. وكيساهمنا ثاني في الاكسيبيليتي الفلاحه ديالنا وكي وما كيخليناش اننا نخسروا الفلاحه ديالنا بالنسبه للتراكتورات كيدوزوا لنا بالروايد ديال التراكتور كيخسروا لنا سميتو حنا بلوقيته اللي تكون مثلا طايحه الشتاء ولا الفلاح خسروا بديك البلوقيته حنا كندخلوا كنداو بديك الوقيته ديال ديك البيريود بالضبط اقتصاديه وما كتخليناش حنا يقيسنا ديك الكيماويه بعيده من بنادم ياك باش ما ضروش شحال شحال المساحه اللي تقدر تضرب في النهار تضرب 50 قطار في النهار بالنسبه للطول 50 قطار كمل السلام حلو تخدم باتريات واحد ملي كيتسالي لا ميسيون المهمة ديالو كيرجع كتحيد الباتري كنحط واحد اخرى لابورتي ديالو سبعة دقايق حتى لعشرة دقايق دونك ستة سبعة دقايق إلا دارت لا ميسيون مزيانة في 10 دقايق شحال يمكن لها ضرب من الهكتار؟ كثار في 10 دقايق ها؟ في 10 دقايق ممتاز وفي التراكتور شحال يقدر يضرب التراكتور ساعتين يقدر يدير ساعة ولكن التراكتور كيكرفس الفلاحة في الوقيتة ديال الوقيتة ديال الغيس دابا هادي 10 دقايق نضرب قطار التراكتور شحال يضرب من قطار في 10 دقايق نص ساعة نص ساعة يضرب قطار إذا ربحنا 20 دقيقة وربحنا مش عدم ديك وعاد الماء كارفيس الماء كارفيرو الكارفيرو الماء قطار 600 هادي 20 الله يجزيكم بخير كاف الله دابا الا كانت عداوي الزرع وحداك الشمندر نعم كيريكل على الحد ديالو هادي بالساتيليت ها فيها الساتيليت لا لا البيلوت ديالنا شنو كيدير كيحدد المهمه ديالو في الساتيليت دونك كيمشي للارض اللي فيها الذره ولا الارض اللي فيها الشمندر كيضرب هذيك اللي فيها يمشي كيبدا فيها ولا كان الريح الريح ما كنخدموش في واحد القيام ديال الريح اللي كنوصلوا لها وسط النهار واحد ملي كتكون درجة الحرارة طالعة بلاتي نطيرو هاد شوف وقفوا وقفوا ليا نطيرو هاد شوف ها هي باش نبعدو يلاه طير